اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج انطلاقه مع رمضان. انطلاقه مع رمضان النهارده ان شاء الله هيكون معانا ثلاث فقرات شيقين جدا باذن الله. اول فقره فيها ان شاء الله هنتكلم عن قريه في اقصى جنوب مصر، وهي قريه بنبان مركز دروه محافظه اسوان. وتاني فقره باذن الله هتكون بعنوان خارج الاطار، ودي هيقدمها الاستاذ عبد الله الزعبلاوي والأستاذة داليا الديب. آخر فقرة بإذن الله، ودي الفقرة الطبية، وديت مع الدكتور سمير السيد أستاذ طب النساء والتوليد كلية الطب جامعة الإسكندرية، ودي هتكون معاه فيها زميلتنا الأستاذة إيمان الخولي. مع فاصل صغير ونرجع لكم مع بداية فقرتنا إن شاء الله. رجعنا لكم في أولى فقراتنا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله عن قرية بنبان بأسوان. قرية بنبان دي يقام فيها مشروع من أكبر مشروعات الطاقة، من أكبر مشروعات القومية الموجودة في مصر وفي الشرق الأوسط، وهو مشروع الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. ده مشروع كبير جدا، مشروع قومي، والمشكلة مش في المشروع ده، ده شيء إيجابي طبعا، المشروع من المشروعات القومية الموجودة في البلد، بس المشكلة في القرية الصغيرة اللي جنب المشروع. فيها مشكلة كبيرة وبيعاني منها أهالي القرية، وهي مشكلة المياه الجوفية. هيكون معانا أحد أبناء القرية ديت، هنتكلم معاه بالتفصيل، وهو الأستاذ سيد البنباني أحد أبناء قرية بنبان. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذ محمد، أخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. في البداية كده قبل ما نناقش التفاصيل مع الأستاذ سيد، عايزين نشوف تقرير صغير عن القرية وعن المشكلة اللي موجودة فيها. نطلع للتقرير ونرجع لكم تاني. ارتبط اسم قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان بأهم المشاريع لتوليد الطاقة الشمسية، ولكن الآن يعاني أهل القرية وسط معاناة مشكلة المياه الجوفية التي تهدد سكان تلك القرية بارتفاع منسوب المياه الجوفية لتطفو على السطح، ولتنذر بانهيار عشرات المنازل التي تصدع معظمها نتيجة للمياه التي غمرت أساساتها، مما دفع بعض السكان إلى هجر بيوتهم. الأمر الذي هدد أيضا طلاب المدارس في القرية بسبب ظهور وارتفاع منسوب المياه أمام بوابة المدرسة، مما ينتج عنها التلوث والذي يؤدي إلى الأمراض. وبات إغلاق المدرسة للحفاظ على الأطفال هو الحل، ولا أحد يعلم لماذا تخرج المياه بتلك القوة. جميعهم في حالة بين الاندهاش والحيرة والحزن بسبب تلك المشكلة التي تهددهم، وبرغم شكواهم للمسؤولين إلى أنها ظلت عصية على الحل حتى الآن، في حين يكتفي المسؤولين كل مرة بتكرار تصريحاتهم عن أن الأزمة في طريقها للحل. هل يكون هناك رجع صدى لحل الأزمة، أم ستظل قرية بنبان تنهار بيتهم يوما بعد يوم؟ نادر زكريا، برنامج انطلاقة مع رمضان، قناة الصحة والجمال. رجعنا لكم تاني مع الأستاذ سيد أحد أبناء قرية بنبان والمشكلة اللي القرية موجودة فيها. في البداية كده فندم، احكي لنا عن المشكلة وبدأت إمتى؟ يا حضرتك يعني المشكلة بقى لها فترة جامدة، تمام؟ احنا طبعا يعني إيه بنذكر السلبيات والإيجابيات، يعني الإيجابيات اللي احنا عندنا مثلا مشروع يعني قومي، تمام؟ مشروع مهم جدا اللي هو الطاقة الشمسية، فطبعا يعني القرية كانت مقفولة على نفسها الأول. دلوقتي القرية بيجي لها زوار من بره، أجانب وكده. أنا بتكلم يعني أنا غيران على بلدي، إن في ممكن يعني التقرير يعني حضرتك اللي احنا شفناه دلوقتي ما يرضيش ربنا، يعني في بلد فيها مشروع مهم
فيها زوار اجانب بيزيلوا البلد هيشوفوا المنظر ده هيقولوا علينا يعني على منظر مصر ايه؟ منظر مصر العام. تمام حضرتك؟ ده اللي بتكلم عليه، لكن القريه كانت مقفوله على نفسها الاول. ما كانش يعني المشكله كده مرتبطه بالطاقه الشمسيه؟ ما الطاقه الشمسيه لا طبعا مرتبطه بيه. لا طبعا لا طبعا لكن لا طبعًا. احنا بنقول ان احنا عندنا مشروع قومي جنب القريه بالظبط كده، ففي مشكله في القريه في بص مشكلة علينا بص علينا بالظبط كده. طبعا اللواء احمد ابراهيم طبعا كان طبعا اركان حرب معروف، طبعا كان ضمن فريق الصاعقه وملازم اول تمام حياتك، وكان شارك في تحرير الرهائن في قبرص المشهوره يعني تمام كده. فطبعا انا بناشد اللواء احمد ابراهيم راجل محترم، وطبعا يعني بينزل ده هو حاليا في الشارع، يعني ما حصلتش ان في محافظ اسوان بينزل الشارع، فعايزين يبص لقريه بنبان يعني حضرتك. بس انتوا بالنسبه للقريه بعد المشكله دي ما توصلتوش مع حد منهم؟ ما توصلتوش مع سياده يعني اللواء؟ اهل البلد، اهل البلد يعني حضرتك انا بتواصل معاهم، انا لسه جاي من فتره ما حدش يومين ما قدرتش اقعد من المنظر. انا اولا بيتي يعني البيت بتاعنا اصلا الخاص بتاعي وقع، فما مش يعني ما بحبش اقعد عند حد. فطبعا هم يومين بالكتير ورجعت على مصر، بس راجع حزين. طب اتكلمتوا حد فيها ولا يعني طلعتوا المجلس المدينة للمحافظة؟ انا حضرتك يعني انا المحافظ كان لما انا كنت موجود كان اللواء مجدي حجازي طبعا. ما يعني مش عايز طبعا اتكلم في حاجه، لاني عارف ان هو في ناس حاولت توصل له ومحدش عارف يوصل له، او عارف بالمشكله ومش عايز يحل. الله اعلم في تهميش او في ما تعرفش في ايه بالظبط لقريه بنبان. طيب يعني في مهمشات يعني. انتوا لما وصلت لهم كان رد فعلهم ايه؟ انا حضرتك انا حاولت اتواصل، انا قلت اتواصل لاقرب حد ليا يعني النائب عمرو الحناوي. تمام قلت اتواصل معاه. احنا معانا الوزير الشعبي بالظبط النائب عمرو الحناوي، راجل طبعا اول حاجه ابن عمي يعني راجل قريبي. تمام بسيره القرابه يعني. تمام حاولت اوصل له ما كانش موجود، وسبت رقم تليفوني مع ابنه. هو المكتب عندنا في سوق ضراو. وتواصلت معاه قلت له عايز النائب مثلا ايه يتواصل معايا عشان نقدر نحل المشاكل في القريه، انا وهو مثلا نتابع بعضينا. تمام. انا في القاهره اساعده وهو يساعدني، نحاول يعني نحل مشاكلنا. في ما تابعش معايا ولا اتصل بيا ولا اي حاجه، يعني التمس لاخيك 70 عذر زي ما بيقولوا. الله اعلم بظروفه، بس هو عايش في البلد غير انا. يعني هو شايف المشكله، هو شايف المشكله. طب مجلس المدينه فين؟ طبعا رئيس مجلس المدينه ابراهيم سليمان حضرتك يعني كان منزل منشور على الفيس من فتره، انا رديت عليه بيقول لي هنعمل تطوير المستشفيات والكلام ده. طب يا استاذ ابراهيم هتعمل تطوير المستشفيات حضرتك وانت عندك اصلا امراض في الشارع؟ طب ازاي حضرتك بتنزل؟ ايوه وصلتوا له ولا احنا قاعدين؟ ما احنا ممكن نبقى قاعدين ما حدش يوصل المشكله. انا ما قلتوش، انا بحاول اروح المجلس يعني، انا اول مره اشوف ان عايز اقابل رئيس مجلس هو مش موجود مش قاعد، ما حبش اوصل له. ماشي موجود في مشكله تانية، الله اعلم حضرتك. انا ما شفتوش. طيب. في الشارع ما شفتوش في حياتي. بس ان هو انتوا كده انتوا كده ما حدش تجاوب معاكم؟ ما فيش. انا يعني اقول لحضرتك انا نزلتها في كذا جرنون المشكله في اليوم السابع واخبار يعني تمام حضرتك. ما فيش اي ايجابيات برضه طبعا. بس طب اهل القريه ردهم ايه؟ اهل القريه ناس غلابه يعني طيبين يعني. حضرتك انا عايز اقول لك حاجه، انا يعني في ناس يعني كنت عايز اجيب معايا ضيف في الحلقه. طب. الناس خايفه. لا انا لا احنا بنعرض مشكلتنا. الناس طيبه. لا طيبين. أيوة. طيبين ازاي حضرتك؟ طيبين, طيبين. ما حاولتوش يعني تحطوا حل مثلا مع مش عارفين يعملوا حاجه؟ انتوا تحطوا حل مع مجلس المدينه او مع ملقوش هم بقى بالجهود الذاتيه بقى يجيبوا لا مؤاخذه ردم يردموا الميه. لا ردم تطلع بس تاني. ما ينفعش، ما هو ردم مياه جوفيه هتطلع تاني. تطلع تاني وبسرعه رهيبه. لكن احنا محتاجين نعمل حضرتك مواسير يعني احنا خارج صار. النطاق خارج النطاق طبعا. اللي هو احمد ابراهيم مشكورا، هو يعني هو لسه ماسك عندنا حاليا. تمام فاحنا بنتامل فيه خير، هو حاليا في الشارع حضرتك يعني اللي هو احمد ابراهيم، فانا متامل في حياته خير. فلقيت صوته يعني صوتي انا يوصل له اللي هو احمد ابراهيم، وان شاء الله يعني هيكون في حل. هو برضه المشكله لما نيجي ناخدها يعني احنا نوصل لمجلس المدينه ما عرفناش نوصل للمحافظه يعني كده. انتوا مشيتوا في الاجراءات دي كده وحد وصل لهنا وما كل حاجه ما وصلتش؟ بيجي يوصلوا في حاجه سد. طب في مشاكل ثانيه في القريه؟ كتير كتير جدا. زي ايه؟ حضرتك عندنا اربع وحدات صحيه لا يذكروا في القريه. ما في. طب الوحده الصحيه كانت الاول على قدنا احنا على قد القريه. طب دلوقتي انا عندي مشروع طاقه شمسيه في 5000 عامل.
هيبقى في عماله وفي عماله في حد سكن للعماله قدر الله لا قدر الله في حد اتعور ما عنديش غرفة عمليات ما عنديش اي حاجه اسوان كمان لازم اروح اسوان مسافه قد ايه عليا ضغط مسافه قد ايه مسافه حوالي ساعه ونص يعني الحاله تكون الله اعلم يا اما هعدي بالبحر بص بقى حضرتك المفاجاه يا اما هعدي بالبحر طبعا الكلام ده لو بالليل الساعه 3 بالليل طبعا هاخد توك توك ب 25 جنيه لحد البحر وبصحي بتاع لانش ده مش موجود مفيش حاجه تبع مجلس المدينه موجوده ده كله خاص القريه طيب ده كله خاص مفيش نقطه اسعاف في القريه هو في نقطه فوق حضرتك يعني في الصعيد يعني موجوده حاليا بس هي يعني ايه احنا الناس بتحاول تلحق نفسها مش لسه هتوصل على الاسعاف اصل معاها حاله تعبانه الاسعاف بيستجيب على طول دلوقتي أكيد يعني اكيد طبعا في يعني بص حضرتك 70 جنيه رايح انا بتكلم على طريق البحر و70 جنيه جاي ده بالليل واحنا عندنا اصلا وحدات صحيه موجوده في القريه اربع وحدات تمام كده طب ايه تاني غير الوحدات الصحيه اللي محتاجه تطوير المعديه طبعا انا عندي عباره حضرتك عطلت قبل كده في البحر خدت ساعتين ساعتين متهالكه بتشيل طبعا عربيات ودلوقتي برضو هرجع تاني انتوا دي المواصله الوحيده يعني دي المواصله الوحيده وطبعا عشان اروح الكوبري هو في كوبري في كوبري بس طبعا مسافه ولازم اخد عربيه مخصوص ومفيش اصلا عربيات دي عرب مواصله مفيش عربيات نقل داخلي انا هقول لك مفاجاه حضرتك احنا بنركب عربيات لحد وقتنا هذا احنا في عصر كام دلوقتي يا حضرتك في 2019 خلاص صح كده صح كده كسون طيب حضرتك بكره تمام بنركب عربيات نص نقل ده النقل الجماعي اللي عندنا الاستاذ ابراهيم سليمان ما عندكش اي افكار حضرتك انت رئيس المجلس ممكن انت توصل وجعنا للمحافظ المحافظ مش شغال لوحده انت شغال معاه حضرتك رئيس القريه رئيس عبد النبي رئيس القريه رئيس الوحده المحليه تمام ما عندكش اي افكار حضرتك يعني اشتغل يعني طب احنا هنشتغل معاه كلنا نشتغل بنحاول نشتغل معاه ما فيش اي حضرتك يعني ما فيش اي ايجابيات من رئيس المجلس ولا رئيس الوحده احنا مش بنتكلم على المحافظ احنا بنتكلم على تحت المحافظ انتوا فين ده وده انا اركب عربيه نص نقل معلش ازاي حضرتك ما حصلتش احنا لو مؤاخذه خلاص مع العربيه نص نقل هنا بنستخدمها بنحول فيها حاجات كده احنا بنركب فيها طيب يعني انتوا عندكم افكار يعني ما يتجوا فيها دي احنا ممكن نجمعها مثلا نستفيد بيها نعمل بيها احنا ممكن نزرع بيها اصلا بالظبط كده لو هي الملوحه بتاعتها شويه وبعدين احنا في اسوان فجنب بحيره ناصر بالظبط فين حضرتك فين اكيد المايه دي ما فيهاش ملوحه للدرجه بالظبط كده ما حضرتك وزاره الري فين يعني بس انا يعني طبعا وزاره الري ممكن يكون ما حدش وصل لها المشكله لان ما حدش وصل لها مشكله ايه بنبان ايه تمام كويس حضرتك واحنا عايشين تمام طب انت فين ما وصلتش المشكله تمام حضرتك يعني الرك كله على رئيس المجلس وعلى رئيس الحي انت فين النائب عمرو الحناوي يعني ما يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه انت راجل قريبي بس النائب انت موجود في البلد وعايش مشاكلها تمام ليه ما تحاولش تحلها انت نائب القريه تمام انا يعني كلام كتير حضرتك المعديه يعني العباره قالوا رحنا صلحناها ورحنا عملنا صيانه ب 4 مليون جنيه كنا جبنا عباره جديده يعني احنا عايزين نحل مع اللي موجود عايزين نحل مع اللي موجود تمام لان احنا عارفين الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها في لانشطه المجلس فاحنا نحاول نحل معاهم تمام فين حل احنا احنا برضو يعني الكلام ده كله من اهل القريه ومن الاستاذ سيد احنا عايشينها ايوه تمام ما هو كل الكلام ده يعني وطبعا طبعا حضرتك عايزين بداية لازم نوصله خطوة خطوة بالزبط. نوصل معاه خطوة خطوة بالزبط. مع المسؤولين خطوة خطوة بالزبط. وده حل لا خلاص طب ده ما حلش نقترح حل على الأعلى منه كلام من ده بداية مجلس المحلي مجلس المحافظة خطوة كده خطوة بالزبط. خطوة احنا برضو هنطلع كده معانا تقرير هنشوف فيه المعاناة اللي فيها اهل القرية وحابب اقول بس ان كل ده يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه والاستاذ سيد بيذكره ده على مسؤوليته وعلى مسؤولية اهل القرية اللي هم ايه عارضين المشكلة دي وجميع المسؤولين بتوعنا اللي الاستاذ سيد ذكرهم ليهم حق الرد طبعا ومعانا تليفونات على الشاشة اي مسؤول ليه حق الرد على الاستاذ سيد وعلى المشكله اللي احنا فيها هنطلع التقرير ونرجع للاستاذ سيد مره ثانيه
الله الرحمن الرحيم. ادي قريه دنبان، انتوا شايفين قريه دنبان عامله ازاي. بص قريه دنبان حضرتك، يعني بص اللي احنا فيه ده ما ينفعش. مشروع يعني قريه دنبان ديت فيها مشروع ضخم زي الطاقه الشمسيه ده اولا يعني واخيرا. يبقى ده المنظر. بص راح حضرتك المدرسه، بص المدرسه كده مفيش طلبه مفيش تلاميذ بتيجي بسبب النز ولا المياه الجوفيه اللي احنا فيها دي. بص المياه الجوفيه حضرتك، اتحرك كده المياه الجوفيه خربت الدنيا هنا، بوظت كل البيوت. بص الاطفال ماشيه ازاي. بص ما خلاص يعني المدرسه دي ما فيهاش بيجي فيها تلاميذ خالص اصلا بسبب المياه الجوفيه دي وهدم البيوت. شوف حضرتك بص البيت وقعت ازاي. طب واللي معهوش، واللي معهوش طبعا حضرتك هيعمل ايه؟ هيجيب فلوس منين؟ وحضر يعني حدث هنا سبب طلاق كتير بسبب اللي كل واحده بتروح عند امها، اللي بتروح عند ابوها بسبب بيتها وقع وجوزها مش لاقي يعمل. طب هيجيب منين؟ يسرق حضرتك؟ ده كله بسبب المايه الجوفيه اللي احنا فيها دي. حضرتك بص الميه ماشيه ازاي. بص الميه ما بتوقفش، الميه طالعه من تحت الارض ازاي احنا مش عارفين. عايزين نعرف الميه ده جايه منين اصلا. بص قوه الميه ماشيه ازاي. طب ايه يا جماعه، يعني ما حدش بيبص للبلد دي خالص ولا ايه؟ الناس كلها جالها فشل كلوي، التلاميذ كلها جالها فشل كلوي. المدرسه قفلت، في مدرسه بتقفل يا جدعان. بس بص كلها رواصب الميه عامله ازاي. ده مرض. بص يا باشا، بص ده واحد صاحب بيت، بص مش عارف يخش بيته من الميه. ده صاحب البيت اهو هرب من البيت بسبب الميه، مش عارف يخش ولا هو ولا عياله اصلا. انا مش عارف صراحه ايه ده. اتفرج طيب، اتفرج والنبي تعالى يا استاذ علي وريني الميه دي. بص بص الميه، بص اتفرج اتفرج. قول يا استاذ احمد مش عارف تخش بيتك ولا لا؟ مش عارف خالص، البيت ميه واحد كله ميه جوه. مش عارف يخش. مش عارفين نعدي فين. خلاص يعني هيروح يشوف له مكان تاني. مكان تاني، والراجل ده حالته اصلا تعبانه اصلا، وهروح يبني فين اصلا؟ ادي بيته وهو اللي انتوا شايفينه حضرتك اهو، ولا عارفين يخشوا ولا عارفين يطلعوا، ولا هو ولا اطفاله كمان. ومشاكلين مع حضراتكم خالص. رجعنا لكم تاني مع الأستاذ سيد، وطبعا أرقامنا ظاهرة على الشاشة لأي حد، لأي مسؤول حابب يرد. طبعا الكلام ده كله كان على مسؤولية الأستاذ سيد، فأي مسؤول أي حد من أهل القرية محتاج إن هو برضو يتكلم معانا ويقول المشكلة، ما فيش ما عندناش أي مشكلة. أرقامنا ظاهرة على الشاشة ونستقبل أي مكالمات يعني. معانا مكالمة أستاذ سعد. أيوة أستاذ سعد عبد الهادي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بصبح عليكم وعلى أهل القناة كلها طبعا. ازيك حضرتك طبعا أنت خاصة أستاذ محمد رمضان وعلى كل الإعداد. الله يخليك. والأستاذ سيد. أهلا حضرتك. الأستاذ الغالي طبعا. اتفضل يا والله أنا يعني قرية دنبان هنا أستاذ محمد رمضان حاجة صعبة خالص. يعني بسبب المياه الجوفيه دي احنا مش عارفين نعدي في الطرق خالص. يعني انت يعني يمكن شفت حضرتكم قدامكم الشاشه عامله ازاي او الصوره على الشاشه عامله ازاي. في حريم كبيره في السن، يعني تيجي تعدي بتقع والله في المياه. بنقعد نشيل في الحريم عشان نعديها الناحيه الثانيه. ده كده ما ينفعش اولا. يعني بلد فيها مشروع ضخم دوت زي الطاقه الشمسيه ده، المفروض دي تبقى مدينه، يبقى فيها وحده صحيه للناس، يبقى فيها دكاتره، يبقى فيها اسفلت، يبقى فيها اضاءه. ده احنا عايشين اكننا من العصر الحجري. يعني ما حدش بيبص خالص لقريه دنبان خالص. دي في قريه مش قريه جنبنا، يعني ضراو بيننا وبينها البحر. لو حضرتك بس انت صورت هناك او رحت هناك ما شاء الله اسفلتات واضاءات والكلام ده. يعني رئيس المجلس بتاعنا ده انا عايز اعرف هو فين. يعني رئيس المجلس سعد راو برضه فين؟ وكل في حاجه عندنا اسمها العباره دي شغاله 24 ساعه. الفلوس بتاعتها حضرتك بتعدي بتروح فين؟
تمام. اكيد بتعدي الناحيه الثانيه وبيظبطوا عندهم الناحيه الثانيه هناك. احنا منوصل صوتك ممكن بس لكل المسؤولين. اساله سؤال بس. اتفضل. استاذ سعد. اتفضل. انا وصلتني معلومه امبارح ان في حد اتكهرب من الميه امبارح. ولسه انا هتكلم مع استاذ سيد والله. وصلتني معلومه امبارح يعني امبارح بالليل عرفتها. لسه انا هتكلم على حكايه الميه، الميه بقى فيها ماس كهربائي. دي الميه الجوفيه اللي في القريه يعني؟ بالظبط. الميه الجوفيه اللي في الارض والله. امبارح شاب يعني غالي عليا صاحبي يعني. ماشي في الميه جالي يجري بيقول لي والله العظيم انا اتكهربت. بس ما جرالوش حاجه يعني. لا الحمد لله. الحمد لله. إيه؟ ما جرالوش حاجه يعني. لا الحمد لله ما جرالوش حاجه بس طيب. فيها ماس كهربائي يمكن الماس دوت هيتطور يا استاذ محمد. الحمد لله. طيب احنا هنوصل صوتك لكل المسؤولين ان شاء الله والناس سامعيننا وشكرا ليك. استاذ محمد وانا متشكرين خالص والله معلش احنا يعني اسفين على الازعاج والله. العفو انت. نعم. استاذ سيد يعني ادينا كده يعني انا اولا حضرتك يعني اولا مش بدين حد يعني في الكلام اللي قلته طبعا انا بقوله على مصلحتي الشخصيه. تمام طبعا يعني مش بدين اي حد في الكلام اللي قلته طبعا. النايب مش لوحده وفي اربع نواب تانيين موجودين. هي مشكله اصلا ظهرت على الكل على الكل. المشكله دي ما كانتش موجوده من مده كبيره. المشكله ظهرت على الكل بالظبط. تمام حضرتك يعني انتوا ما كانش في. طب هو الصرف الصحي فين؟ ما فيش صرف صحي. هو حضرتك يعني فاحت قبل كده واتعملت حاجات ووقفت ما نعرفش ليه. بس كده. طيب انا عايزك توجه رساله كده في نهايه الفقره دي كده. والله الرساله حضرتك يعني وطبعا المشاكل اللي زي كده موجوده في كل حته بس يعني احنا عايزين يعني يبقى في مثلا نظره الرحمه للقريه ديت. نظره الرحمه. طيب معانا الاستاذ سلامه كده ناخده اتصال. استاذ سلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اتشرف بحضراتكم انت والاستاذ سيد. الله يخليك يا فندم. بس انا اعرف ان سبب المياه الجوفيه سبب البيارات الموجوده في جميع بيوت القريه. دي واحده. يعني الاهم يعني مشكله الصرف الصحي لو اتحلت تحل نقطه كبيره بالظبط. ايوه بالظبط كده يا فندم. تمام. والثاني حاجه برضو المجلس عندنا عيب في المجلس انه بياخد زي ما قال الاستاذ اللي قبل اتصل انه بياخد الفلوس دي بيصلحوا بيها مثلا في مراكز ثانيه زي مركز دي بتبقى ميزانيات بتتقسم. هي دي بتبقى ميزانيات للمجلس بيشوف الاولويه فين وبيقسمها. ماشي كلام معقول. بس احنا من حوالي اكثر من 30 سنه ما فيش تطور في قريه بنبان خالص. معمول الصرف واتعمل غلط. معمول واتعمل غلط ما يعني ما اشتغلش. موجود حاليا لو حد لو حضرتك لو هم المفروض في الاقرار لو هم واحنا ما نقدرش يعني هو معمول ما نقدرش بالجهود الذاتيه ونكمله نساعد برضه مع المجلس. الو. طيب في النهايه نشكر الاستاذ سيد وبنوصل صوتنا وصوته لكل المسؤولين. شكرا استاذ سيد على القناه. انا بشكر حضرتك وبشكر القناه وبشكر الاستاذ محمد رمضان على الاستضافه الجميله وطبعا وصلت صوتنا. شكرا ليك يا فندم. في نهايه فقرتنا انتظرونا في فقرات اخرى من برنامج انطلاقه مع رمضان.